Conseil KFM. الإذاعة الأولى في تونس. في الانترفيو اكسبريس اليوم باش ناخذ معنا الاستاذ احمد سعيد النجازي اللي هو محامي مستثمر الايطالي. نرجع معه على لا فيرسيون دي في شنو اللي صار بالضبط في المعمل في القروين في حادثه الاعتداء على العاملات في المصنع. دونك سمعنا الفيرسيون نتاع العاملات والنقابه, حبينا ناخذ زاده الفيرسيون الثانيه خاصه بعد ما تم اطلاق سراح المستثمر الايطالي هذايا صاحب المصنع في القيروان باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط, شنو كان فما تفاصيل جديده في الموضوع. مرحبا بك استاذ على موزايك اف ام. مرحبا ليندا وشكرا ليك على اتاحه الفرصه على الاقل لتوضيح اللبس اللي صار حول هذه القضيه. اكيد احنا نسمع ديما كل الاطراف خاصه انه الموضوع خذا معناتها امبلور كبيره حتى على شبكه التواصل الاجتماعي, فوجب ان نسمع هكا ونسمع هكا. شنو اللي صار بالضبط معناتها المعطيات اللي عندك استاذ؟ سمحني لينا صح قبل ما نبدا في المعطيات, ولم يتم ايقاف المستثمر او صاحب المصنع الايطالي, فقط تم سماعه. دونك على خلفيه الشكايه اللي تقدموا بها العاملات كما شفت انت و ما روج له في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر مواقع إخبارية حول أنه المستثمر الإيطالي أو هذا المشغل معناها قام بتعنيف مجموعة من العاملات داخل المصنع. حبينا نفندوا ونقطع مع هذه الرواية باعتبار أنه الأبحاث انطلقت البارحة في ساعة متأخرة من الليل في فرقة معناها العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني بالقيروان بمباشرة معناها من سيد وكيل الجمهورية بالقيروان, فندت معناها تماما الرواية التي أتت عليها معناها الشكيات. علاش؟ خاطر قدم المشتكي به في قضية الحال ما يفيد تبرئته, قدم شريط فيديو وكنا بثيناه وكانت وسائل الإعلام بثته تفيد معناها الاعتداء اللي سلط عليه مباشرة معناها على شخصه مباشرة, وكانت نتيجة الاعتداء هذه بمناسبة معناها قدوم مجموعة من العملاء خارج المصنع هيك معناها اللي بيشغل فيه معناها المشغل الإيطالي. عملاء ما يخدموش في المصنع يعني جسمهم معناها محاذين للمكان العمل اللي صارت فيه الحادث, وقاموا معناها بتحريض العاملات المتواجدين على الخروج وكذلك على مباشرة الإضراب اللي كان متواجد معناها على مقربة من المصنع. فمرى أنه العملاء رفضوا الانصياع ورفضوا الانخراط في هذا الإضراب, ومعناها المسؤول معناها على المكان الإيطالي المسؤول على المكان راه مش مدير المصنع وفقط إيطالي مسؤول على العملاء, قام بتوثيقة أو توثيق عملية معناها الصد عن العمل. خذ تليفونه بدا يصور عملية الصد عن العمل, فما راعوا أنه أن تم التهجم عليه, وكنتوا شفتوا الفيديو معناها تم افتكاك هاتفه. بالمناسبة أنا حبيت نقول أنه الهاتف نتاعو معناها رجع له تقريبا كان بعد 10 ساعات معناها تفك اتصل به عمدة المكان عمدة منطقة الباطن وقام وعطاه التليفون نتاعو ورجع له التليفون نتاعو وسلط على شخصه العنف مباشرة دون أن يصدر منه أي اعتداء تجاه العاملات. به لهوني الصور اللي تم معناتها نشرهم على شبكة التواصل الاجتماعي على أساس أنه العاملات تعرضوا للعنف والتعنيف ومنهم زوز في المستشفى وواحدة حامل بتوأم, شنو صحته معناتها هذه من أنا نقول إن شاء الله الأبحاث إن شاء الله النيابة العمومية لباشة الموضوع تكشف الحقائق كاملة حول هذا الموضوع, وفما مفاجآت في القريب معناها في القريب العاجل معناها فما مفاجآت كبيرة تصدم الرأي العام حول الواقع وحول ما لفق لهذا المستثمر الإيطالي. اليوم كي نحكيو على دي فيديو يظهر لي يحكيو وحدهم معناتها ما نستحقوش باش نقدموا ادله اخرين, شنو المعطيات اللي يمكن نجم نفيدها بهم؟ سهل برشا انه تصور شخص معتدى عليه في وقتنا الحاضر, سهل برشا انه تمشي المستشفيات العموميه تاخذ 20 يوم راحه او 30 يوم راحه, لكن الوقائع الحقيقيه سوف تكشف عنها الابحاث, خاصه انه مجموعه كبيره من شهود العيان توجهوا الى مركز الامن وشهدوا لصالح المستثمر او المسؤول الايطالي ورواوا الروايه ومعناها صرحوا بالروايه الحقيقيه اللي تفيد انه المستثمر الايطالي هو من تم الاعتداء عليه دون ان يصدر من اي
اعتداء تجاه العاملات. يعني نفهم من كلامك انه معناتها الصور اللي مريناهم ملفقه مش حقيقي معناتها مش هذاك. انا ما نجمش نفيدك توا مبدئيا نظرا معناها لسريه الابحاث وان شاء الله معناها الايام القليله القادمه وبتدري الساعات القليله القادمه سوف تكشف معطيات جديده في القضيه وتكشف زاد الستار وترفع الستار حول هذا التهويل اللي صار. خاطر تحب ولا تكره انا شفت معناها الهروله نتاع المنظمات الوطنيه وكذلك بعض الحقوقيين اللي شجبوا العمليه واللي ادانوا معناها العامل الايطالي او المسؤول الايطالي بدون محاكمات وبدون معناها المواجهه. شفنا محاكمات شعبيه على وسائل التواصل الاجتماعي لكن ان شاء الله الايام القليله القادمه سوف تكشف الستار على هذه الممارسات. حبيت نشيد بدور النيابه العموميه عملت تتحدث علاش الايطالي معناها ما تمش ايقافه. اليوم فما وقائع حقيقيه في الموضوع وفما نيابه عموميه دخلت على الحد ورات من الصالح في ظل المعطيات والبراهين اللي قدمها المشغل الايطالي انه ما فماش وجه للادانه. واليوم عبر الموزايك زاد انا نحيي الاصوات الحره اللي تدفع الاستثمار في جهه كما جهه القيروان معناها بعيدا على الضوضاء وبعيدا عن التشنج وفي اطار معناها سلمي في اطار عمل نقابي سلمي دون معناها المناكفات ودون الصراعات ما تنجم ما توصل حتى شيء. مع العلم انه المشغل الايطالي اغلق المعمل معناها واليوم 500 عامله في القطاع هذا مهدده اغلق العامل يعني اغلق المعمل وقتيا حتى توفى القضيه ولا قرر ان يغلق المعمل نهائيا؟ قرر ان يغلق المعمل نهائيا. والمستثمر الذي على فكره عنده تقريبا 30 سنه منتصب في الماكينه هذه 30 سنة من عام تقريبا 92 معناها متواجد في المكان هذا ومنتصب في المكان هذا والطاقه التشغيليه للمعمل هذا تفوق 500 عامله. هذه متاكد منها المعلومه الاستاذ معناتها ما فيه لا رجعت فيه رجعت فيه. انا نزيدك معلومه اخرى انه حتى معناها متزوج من تونسيه يعني عنده سنوات لهوني واو اكثر من 30 سنه انت قلت. واضح واضح استاذ مشكور على التوضيح. اكيد لنعود سوف تكشف الستار على اطوار هذه القضيه. احنا على اتصال بيك وين فما اي جديد استاذ وين فما اي قرار جديد ولا معناتها معطيات جديده في القضيه اكيد نكونوا على اتصال معاك وناخذ كل المعطيات. دونك كما قلت كما فتحنا المجال واللونتين للعاملات للنقابه تكلمت على الحادثه وتهمت انه كان فما اعتداء. اليوم فتحنا زاد كيف الخط للمستثمر الايطالي عن طريق محامي تاعو باش فسر لنا شنو اللي صار. معطيات جديده في علاقه بفيديو توثق شنو اللي صار بالضبط. الحكايه مازالت انكور ولكن المعلومه اللي اكدها لنا الاستاذ المحامي انه قرر المشغل الايطالي انه يغلق المعمل بعد 30 سنه من تواجده في تونس ودونك فوق ال 500 عائله برامون دونك ما عادش باش يخدموا في المعمل هذايا وهو قرار نهائي.